وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيره البردويل في اطار مبادره سيناء البردويل بهدف زيادة إنتاج البحيرة من الأسماك الفاخرة إلى 11 ألف طن سنويا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015 ادت الى مضاعفه ايرادات القناه السنويه لتتجاوز سبعه مليارات دولار سنويا وكذلك عدد السفن العابره لحوالي سبعين سفينه يوميا وهو ما ساهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمله الاجنبيه، كما ساهمت قناه السويس الجديده في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابره باجمالي 53 مليون طن نظرا لزياده القدره الاستيعابيه للقناه وتقليص زمن رحله عبور السفن. وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030، وقد وجه السيد الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل وذلك في إطار مبادرة "سيناء البردويل" التي تساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة "ديمي" البلجيكية. والتي تهدف الى زياده انتاج بحيره البردويل من الاسماك الفاخره التي تشتهر بها البحيره من اربعه الاف طن الى احد عشر الف طن سنويا على المدى القصير وصولا الى خمسين الف طن على المدى المتوسط وذلك بتطوير البحيره وتعميق وتوسيع الممرات المائيه للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط فضلا عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15 ألف كيلو متر مربع عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في تربة سيناء الأمر الذي يحقق مردودا تنمويا وبيئيا كبيرا في شمال سيناء كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات والتي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العامة وكذلك الارتفاع في الإيرادات، والتي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 7,8 مليار دولار.